هتعمل ايه يا ملك تحتمس الاول؟ كمت من بعدك مين حيورثها؟ ولادك وماتوا ومعادش فاضل من الزوجة الملكية أحمس حنتا وغير بنتك، هي بنتك بس، غنمت أعمون حتشبسوت اللي أنا بدلعها وأقولها حتشو وبيقولولها حتشبسوت، هي دي المفروض اللي تبقى ملكة. هي ست بس بميت راجل، فعلا بميت راجل، مش زي أخوها التاني اللي أنا جايبه من أمه التانية اللي مش ملكية ومش عارف أنصبه على العرش. أمه موت نفرت كويسة بس مش ملكية، بخلف منها تحتمس التاني دله على خبر نراع، على طول يقولوا عليه تحتمس التاني تحتمس التاني، وهو عامل لي مشاكل كل شوية، ياخد مفاتيح العربية ويطلع بيها على شارع جامعة الدول. أعمل إيه؟ هضيع مجد أجدادي في كمت؟ مفيش غير حل واحد أقدر أحافظ بيه على كل شيء، أجوز حتشبسوت لأخوها تحتمس التاني، ويبقى كده منه يبقى هو وريث شرعي ويقدر يحافظ على حكم الأسرة 18 بتاعتنا، ومنه في نفس الوقت حتشبسوت بميت راجل هتربيه وتعلموا الأدب، ولو ما تعلمش هي اللي هتحكم من ورا الستارة، على الأقل حتى من بعد 3500 سنة من دلوقتي هيجي واحد من أحفادي اسمه محمد عاصم ماري أمون، وهيعمل قناة على اليوتيوب ويتكلم عني. السلام عليكم، معكم اخوكم محمد عاصم، اهلا وسهلا بكم في القناة ودايما منورين، وشكرا دايما على دعمكم ليا. ما تنسوش يا جماعة لايك على الفيديو وتشيروه، فاضل 3500 مشترك ونكمل ان شاء الله ان شاء الله 100,000 بفضل ربنا، وبعدها بفضلكم انتوا اللي باللايك وبالشير وبدعمكم ليا اللي تقدروا تكبروا القناة اكتر واكتر. النهاردة بتكلم عن الملك تحتمس الثاني، رابع ملوك العصر الذهبي والأسرة 18 في الحضارة المصرية القديمة. الحقيقة ان الكلام عن الملك تحتمس الثاني في اكبر المراجع ما بياخدش وقت كتير او استفاضة كبيرة، حتى في بعض الكتب ما بياخدش غير اسطر، وده بيرجع عندنا لحاجتين اتنين مهمين جدا. اول حاجة، المدة الزمنية اللي الملك تحتمس الثاني مسك فيها الحكم، لان هي بترجح ما بين 2 لـ4 سنين وفي اغلب الاحيان 3 سنين. والحاجة التانية ان هو حظه كان مع الملكة حتشبسوت اللي كانت شخصيتها طاغية عليه، وهي اللي بتحكم من وراء الستارة. وعايز اقول لكم ده مش ضعف، يعني هو زي ما هو نوع من ضعف من الملك تحتمس الثاني نوعا ما، الا انه برضو كان قوة كبيرة جدا من شخصية الملكة حتشبسوت. وزي ما وضحت لحضراتكم في المقدمة ان الملكة حتشبسوت تزوجت الملك تحتمس الثاني، وهي اللي كانت احق ان هي تمسك الحكم، لان هي من اب وام ملكية ان هي اللي تتولى الحكم، غير اخوها اللي كان من ام غير ملكية ولكن كان هو اللي لازم بيمسك فتزوجه فاصبح هو الحاكم الشرعي. بعد ما مات الملك تحتمس الاول تولى الحكم، وبيوصف عندنا الكلام ده. طبعا قبل كده اتكلمت في الفيديو اللي فات، مهم جدا جدا ان انت لو اول مره تعرف اللي انا بقوله وما شفتش فيديوهاتي قبل كده عن الخاصه بالامبراطوريه المصريه، هتلاقي في قائمه فيديوهات اسمها العصر الذهبي الاسره 18، تبدا تبص عليها من البدايه علشان تبقى الاحداث ماشيه متواليه مع حضراتكم. في الفيديو اللي فات لما اتكلمت مثلا عن الملك
من تحتمس الاول ولمحت في الكلام عن اني وبحري مش بحري بحري واتكلمت عن اني ده من ايام الملك امنحتب الاول اللي هو كان متولي اعمال البناء ليهم. فاني بيتكلم وهو بيروي عندنا وكان كبر طبعا في السن وعاصر الملك تحتمس الثاني وبيقول ان تولى الحكم الملك اللي هو قاهر الارضين وقعد بيوصفه وبيقول وكان بيعاملني معاملة جيدة وكنت بروح عنده في القصر وبفطر باكل طعام الافطار معاه وحتى كان بيوصف بيقول كنت بقعد باكل معاه الفطير الشهي والشهد واللحم السمين والجعة اللي هي البيرة والخضروات والفاكهة وكان بيعاملني كويس جدا لدرجة ان انا كان دايما بيحب يطمن عليا. وهنا اني كان بيتكلم على وصف الملك تحتمس الثاني. تحتمس الثاني كان طويل القامة عريض المنكبين ولكنه ما كانش قوي البنية، راسه كانت كبيرة يا جماعة وكانت بتدل على انه كان ذكي. حتى في تشريح الموميا بتاعته لقوا الاظافر بتاعتها انه كان بيهتم وبيعتني بمستويات الجمال بتاعته. حتى كان ليه شعر مجعد كده مستعار كان متركب. هو مات، يرجح ان هو مات في الثلاثينات من عمره الملك تحتمس الثاني. الملك تحتمس الثاني اول ما تولى الحكم كالعادة من بعد ما عمل فيهم ابوه الملك تحتمس الاول وعمل حملة قاسية جدا وشبه نهى على كوش تماما. اول ما تولى الحكم تاني اللي كان متبقي من كوش كان فيه اتنين امراء هربوا وكان فيه واحد معاهم تالت. التلاتة دولت الاستخبارات في مصر القديمة، لان في مصر القديمة كان فيه نقوش بتبين ان احنا كان عندنا لغاية الشلال التالت والشلال الرابع كانوا المصريين القدماء كيمت والجيش مصر العظيم كان موجود لحد هناك. فبالتالي الاستخبارات وصلت للملك تحتمس الاول ان كوش التلات امراء دولت هيعملوا تمرد، مع العلم ان كان الملك تحتمس الاول بعد ما عمل حملة تأديبية قاسية وقوية جدا على كوش كانت اتقسمت لخمس امارات واتفتتت. ففي ثلاثة حاولوا ان هم يعلنوا العصيان على الملك تحتمس الثاني. الملك تحتمس الثاني راح واقف كده هوت في القصر وقال ما دمت انا عايش والرب يرعاني فانا حموتهم كلهم ومش هخلي فيهم واحد، وارسل ليهم جيش عرمرم كبير جدا جدا. على بال ما كان حتى الجيش لما راح على بال ما الملك تحتمس الثاني وصل يدوبك لسه عند اسوان كانوا هم راحوا ورجعوا. انتوا تخيلوا قوة الجيش منهم كتر ما هو كبير قد ايه، يعني على بال ما الملك تحرك ووصل لحد من طيبة ووصل جنوب اسوان شوية كان الجيش راح عمل الحملة بتاعته ورجع جايب معاه امير من الامراء. وبتصور النقوش وهو جايب الامير الكوشي هو والاسرة بتاعته وحاطينه تحت نعال الملك تحتمس الثاني. واعرف ان بعد الاف السنين الناس لما تشوف الرسم والنحت ده هيقولوا ان البلد دي كانت بلد عظيمة مليانة فنانين ومهندسين عبقر. ومن ضمن النقوش حتى كانت في نقوش موجودة هناك ما بين أسوان وما بين الجندل الثالث، وهي طبعا كان في جداريات بتتكلم عن الملك تحتمس الثاني، في جداريتين اتكلموا عنه، وكان في نقش وهو بيتكلم على انه هو قاهر الأقواس أو أقوام الأقواس التسعة. أقوام الأقواس التسعة، الأقواس التسعة دي يا جماعة هي عبارة عن مصطلح في الحضارة المصرية القديمة اللي هي دلالة على الأعداء التقليديين لكيمت أو لمصر يعني. فالأقوام الأقواس التسعة ما كانتش محددة، يعني ما فيش لستة اسمها ليت، لا هما كانوا بيتغيروا بمرور الزمن، لكن اللي كانوا ثابتين الأسيويين وبتوع كوش دول كانوا ثابتين دايما. ويرجح ان الاقوام الاقواس التسعة كانوا عبارة عن تسعة ممالك كانوا دايما في حروب مع الحضارة المصرية القديمة، ولكن ده مش مثبت بصراحة. لكن نقدر نقول لحد النهاردة اعداء مصر بلدنا الحبيبة في برضو من اقوام الاقواس التسعة اللي موجودين. نرجع تاني، فالملك تحتمس التاني مثبت ان هو انتصر، مثبت ان هو لقوا في الفرافرة لوحة وجدارية وكانت موجودة عليها اسمه، لدرجة ان هو مثبت كمان في الجدارية ديت اللي هي لقوها
في الفرافلة اللي هي بتثبت ان الملك تحتمس الثاني كان مسيطر على قبائل الغرب. حتى في النقوش مكتوب ان هو كانت معروفة هبته لغاية بحر ايجا. بحر ايجا ده اللي هو ما بين اليونان وتركيا فرع كده داخل، ده معنى كده ان كان الاسطول البحري في الحضارة المصرية القديمة مسيطر لغاية اليونان والاناضول لغاية تركيا. ده بالنسبة لوقت الملك تحتمس الثاني. طبعا نقدر نقول ان كان بيلعب دور كبير جدا من وراء الستار الملكة حتشبسوت في الموضوع دوت. بعد زواجك من حتشبسوت تحكم باللي هي تشوفه لأنها أميز النساء. كان في طبعا في البداية جفة ما بين الملكة حتشبسوت وما بين تحتمس الثاني بحكم ان هي حاسة ان هو خد منها الحكم، لكن هي برضو اللي كانت مسيطرة، لدرجة ان الملك تحتمس الثاني المسلة في الفيديو اللي فات، المسلة اللي كان قطعها ابوه الملك تحتمس الاول وحطها في الكرنك وابوه ما نقش عليها، الملك تحتمس الثاني ما عملش نقش عليها خالص خالص. وده ممكن يرجع لكذا سبب. السبب الاولاني ان هو كان بيخشى من حتشبسوت، خاصة ان هو عارف ان المسلة دي بتخص والدها. الحاجة التانية ان هو بيخشى ان هو كده هو زي ما يكون بيطمس هوية الملكة حتشبسوت من الحكم، اللي هو ايه ده احنا يعني مدارينه سوا، انا سايباك كده الملك قدام الناس لكن انا اللي عمال بديك الاوامر وانت اللي بتنفذ وبتقول وبتنفذ قدام الناس. والحاجة التالتة ان دايما عادة ان المسلة كانت بتتعمل في العيد التلاتيني للملك، ولكن طبعا الملك تحتمس الثاني ما كملش غير 3 سنين وبعد كده مات. ده من ضمن الاسباب اللي خلت. لكن كان في بصراحة يعني في عندنا في إسنا بعض الاثار اللي موجودة ليه، اللي هو في عمودين موجودين في إسنا كان عليها نقوش باسمه. برضو تحتمس الثاني كان عمل البوابة الثامنة في معابد الكرنك، وكان في تمثالين نقش تمثالين موجودين هناك في معابد الكرنك. ده بالنسبة للملك تحتمس الثاني. نقدر نقول ان هو لما كانت هي الملكة حتشبسوت ما خلفتلوش غير الأميرة نفرو رعا، هي حبت لما طبعا كان ليه هو زوجات كتيرة وخلف ولاد، لكن كان أبرزهم تحتمس الثالث، فحبت حتشبسوت عايزة تجيب ولد. هي غير الأميرة نفرو رعا هي عايزة تجيب ولد، عايزة يبقى فيه واحد وريث، لكن برضو يعني قربت منه وخلفت أميرة صغيرة تانية كان اسمها ميرت رع حتشبسوت. مفيش أثار ليها ولا حد يعرف عنها حاجة ميرت رع حتشبسوت الحقيقة، لكن برضو القدر يعني أو ربنا عز وجل ما كتبش إن هو يخلفه ولد برضو، وبالتالي الملكة حتشبسوت ما خلفتش منه. وزي ما احنا عارفين القصة اللي لسه هنتكلم عليها مع قصة الإمبراطور تحتمس الثالث العظيم. طبعا يعني الملك تحتمس الثاني مش مسجل ان هو عمل حملات حربية تاني، غير ان الفترة بتاعته هو قدر ان هو برضو معروف ان هو امن المناجم الذهب الذهب ومناجم النحاس اللي موجودة في سيناء. دي نبذات بسيطة ولمحات في الحضارة المصرية القديمة في العصر الذهبي في عصر الأسرة ال18. أتمنى يا رب أن المعلومات البسيطة دي تكون عجبتكم. شكرا جدا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك على الفيديو، ولو مش مشترك في القناة ما تنساش تدوس سبسكرايب أو اشتراك في القناة. وأشوفكم على خير. سلام عليكم.